مشاهدينا الكرام أو في الوطنية الأولى مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نحكي وبيئة عديد الاستضافات باش تكون حاضرة معنا في برنامجنا لليوم ولحقيقة اليوم باش نحكي على موضوع طريف كنجم نجم نقولوا وقت على الفيزياء في خدمه البيئه سعيده جدا اليوم باستقبال السيد احمد بن جمعة واللي هو رئيس الجمعيه التونسيه لتدريس العلوم الفيزيائيه اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا عايشة. مرحبا بك سيد احمد الحقيقه اليوم باش يكون حاضر معنا وكذلك باش يكون حاضر معنا السيد محمد الشرشالي اللي هو باش ناخذ معه اكثر تفاصيل على اولمبياد هات اول حاجه نعرفوا بالجمعيه الجمعيه اذا التونسيه لتدريس العلوم العلوم الفيزيائيه، آه وقت نحكيو على فيزيا وعلاقتها بالبيئه، نفسروا اكثر الساده المشاهدين. شكرا، نشكر الاذاعه الوطنيه، التلفزه الوطنيه على مرحباً. على التقاط اهميه الفيزياء واهميه تدريس الفيزياء وارتباطها الوثيق مع البيئه، الفيزياء والكيمياء زوز مربوطين بالبيئه، وتعلق التلميذ بالفيزياء هو يجعل يحافظ على البيئه ويجعل عنده نظره اخرى للبيئه ونظره علميه للبيئه. أه ننطلق من هنا باش نحكي على الجمعيه على الجمعيه نتاعنا الجمعيه التونسيه لتدريس العلوم الفيزيائيه هي جمعيه فتيه، الجمعيه تعنى تعنى بالاساس لتبسيط مفاهيم الفيزياء وطرق تدريس الفيزياء لتلاميذ التعليم, التعليم الثانوي، هذا ها. الهدف العام، والهدف هذا نحن طرقناه من عديد الجوانب من ناحيه ملتقيات مع الاساتذه لاطلاعهم على المناهج التعليميه الجديده الموجوده في, في 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 العالم بصفه عامه اللي هم قاعدين يدرسوا بهم فيزياء ومن ناحيه اخرى كيف كيف المرشدين التطبيقيين زاد عملنا لهم التكوين في المعدات لاستعمال معدات معدات المخابر وانطلقنا بعد تعدينا للتلميذ وقلنا الاهم انه التلميذ ان نغربوا التلميذ في بالعلوم الفيزيائيه وانه نجعلوا من هالاولمبياد اللي عملناها تعنى بال بال بتبسيط المفاهيم والظواهر الطبيعيه اللي هي الظواهر الطبيعيه اللي نعيشها يوميا واللي هي موجوده يوميا وقادر التلميذ انه يفسرها بالعلوم الفيزيائيه اللي يقرا فيها في القسم تبقى نحن في تونس نعمل عن نظري اكثر منه من التطبيقي اكثر منه التطبيقي لا. نحن قلنا النظري نخليه موجود لكن لكن التطبيقي هو اللي نركزوا عليه اكثر في في مواضيع اولمبياد وكان التوجه العام ان نربط الفيزياء بالظواهر الطبيعية وقت كل الظواهر الطبيعية باش نربطوها أكيد بالبيئة ومن هنا سي محمد الشرشاري اللي هو رئيس اللجنة لجنة صياغة الامتحانات, الامتحانات. Uh -huh. الأولمبياد هو اللي باش يحكي على المواضيع وكيفاش هو خذا الفكرة هذه uh -huh. وخدم مع اللجنة نتاعو على البيئة بالتحديد وعلى uh -huh. تطويع الفيزياء والمفاهيم اللي يقرأ فيها تلام حتى المستوى سنة ثانية ثانوي uh -huh. اللي هو يقول قائل مستوى معناه فيزيك ماهوش تعليم عالي ولكن نعم. لمستوى سنه ثانيه قادر انه يفهم ويفسر الظواهر يفهم عليه. ويفسر الظواهر المرتبطه مرتبطه بال يمكن من خلال جمعيتكم حتى نغرموا اكثر الشباب خاصه تعرف اللي من بين المواد اللي يتخوفوا منها بعض التلاميذ فما مفاهيم ديما حتى في الاولياء يقول لك الفيزياء الرياضيات غيرهم صعاب شويه لكن اليوم هنا يمكن طريقه جديده للتدريس طريقه جديده لتبسيط المفاهيم هذه وقت اللي ندمجوها ونفسروا بها الظواهر الطبيعيه ونفسروا بها حياتنا اليوم البيئه نتاعنا كيفاش تسير الامور معناتها حاجه مهمه ومهمه للغايه آه شكرا هنا نحن بدينا عمناو عمناو بدينا الاولمبياد السنه الدوره هي الدوره الثانيه اللي التقطناه ما بين عمناو والسنه نعم. كالاشارات اللي خذيناهم الاشارات اللي خديناهم انهم التلامذه بداوا يحضروا الاولمبياد وقت التلميذ مثلا في القروان اللي هو جا ثاني أوه. يقول لك راني الصيف حضرت البرنامج تاع سنه ثانيه أيه. وراني نحضر روحي في الاولمبياد باش على اساس أوه. اني كيفاش باش نربط بطبيعه الفكره أيه. العامه انه كيفاش باش يربط المفاهيم اللي قراهم اللي نعم. هما بيورمون تيوريك كيفاش باش يربطهم بالبيئه <applause> والأساتذة في نفس الوقت خاطر نحن الفكرة كانت نتاع الأولمبياد <applause> ما الأولمبياد راهو فما اون تصير في المعهد <applause> معناها الأساتذة المعهد باش يختاروا ثلاثة وهما الثلاثة هذوما باش يرشحوهم يمثلوا يرشحوهم للله. يرشحوهم للأولمبياد وقت يقولوا ثلاثة يرشحوهم للأولمبياد كل أستاذ يأمل أنه التلميذ نتاعه هو اللي باش ترشح بلول ولا الثاني <applause> ولا الثالث بطبيعة وباش يظهر على أساس أنه للتلميذ هذه ولا للجهه هذه هما قادرين انهم يوصلوا تلامذتهم للاولمبياد ونجحوهم في شكل جديد متاع رؤيه جديده بالنسبه لنا نحن بالنسبه لنا نحن خاطر موجود الحق في العالم موجوده لكن بالنسبه لي احنا هي رؤيه جديده للمفاهيم الفيزيائيه. نعم، مهم برشا كما قلنا نوعيه ليزولومبياد هذوما خاصه وقت قلنا نحكيو على فيزياء ونحكيه على ظواهر طبيعيه نحكيو على تفسير خاصه وانك تغرم وتحسس خاصه اليوم التلامذه على خاطر احنا نربيو الناشئه بالطبيعه على وهذايا الهدف على الحس البيئي على الحس هذا نحبوا الفيزياء نفهموا الفيزياء نبسطوا المفاهيم كما قلنا والتطبيق وقت يكون النظري التطبيق هو مهم للغاية اليوم كيف شريت التجاوب خاصة بما أنكم أنتم في تواصل معناتها مع المدرسين وكذلك التلاميذ مؤشرة طيبة جدا كسوسوا مع المدرسين مدرسين يحكيوا معنا خاطر نحن جمعية أه. وجمعية اللي الفيزياء نعم. بالتحديد مدرسين ومتداخلين لتدريس الفيزياء في التعليم الثانوي ومع لي زانتراكسيون نتاعهم نشوفوا فيهم ومع المكالمات يكلموا فينا ومع نشوفوا في التعاليق بالطبيعه حتى على ريزو سوسيو كيفاش هذوما كيفاش الاساتذه يتصرفوا أه. فرحانين برشا بالتجربه وشافوا انها قادره انها تغير المفاهيم بالنسبه للتلميذ وقادره انه تقرب له اكثر خاطر نحن نخدموا في لي أه. سوجي نتاعنا بمعناها بالافكار نتاعنا نحن بالمناهج بال بالخطوط الخطوط العامه نحن نختاروها مش معناها مانيش مرتبطين بوزاره التربيه دونك نحن نجموا نعطيه الفيزيون نعطيه الرؤية التصور الرؤية التصور ولا نجموا الرؤيه والتصور ومن ناحيه التلامذه التلامذه انا مثلا تنقلت في مركز الامتحان اللي عملناه مركز الامتحان في صفاقس الكلام سمعته من التلامذه عجبني برشا التلامذة وقت اللي يقول لك راهو لقينا فيه رواحنا مم. رانا والله ما كنتش نصورك الحاجة هذيك بالرسمي نستعملوها فك الحاجة هذيك مم. راهو هذيك راني ما فهمتها إلا ما حاولت نطوع على المفهوم مم. اللي شفته في, في الفيزيك هذا كان بالنسبه لي نحن يفرحنا برشا وبالنسبه لي نحن خلينا كان باش نزيدوا نقدموا اكثر ونزيدوا وهذا علاش الحقيقه و... اليوم لانه الموضوع مميز ومتميز الحقيقه اليوم وقت تربطه الفيزياء بال... بال... بالبيئه مهم برشا اليوم ما نجموا كان نثمنوا هذايا وما نجموا كان بالطبيعه نزيدوا آه نكونوا فرحانين الحقيقه وفخورين بالعمل هذا اللي قمتوا به وان شاء الله مزيد تألق لكم كجمعيه التونسيه لتدريس العلوم الفيزيائيه آه واحنا سين بالطبيعه الحديث بعد حين ان شاء الله مع سي محمد باش ناخذ اكثر تفاصيل على الاولمبياد هذه شكرا لك سيد احمد نورتنا يعطيك مم. الف عيش. صحه خليك كلمه الختام بالطبيعه يعيش حشغتي. الكلمة في الأخر حبيت نقول نحن رانا معناها كمراكز الامتحان مثلا السنة اللي حليناهم أربع مراكز في مه. أربع ولايات آه، لوجيستيكمون وماديا غير قادرين أن نغطيوا الجمهورية التونسية في عام ولا اثنين ولا مه. ثلاثة معناها الحق الطلبات برشا والزملاء مه. برشا يطلبوا مه. كل ولاية يقول لك شبينا نحن معناها أقصيتونا من, هال... من هالمسابقة هو ما عندهم الحق لكن مم. الطلبات كبيره ونحن الامكانيات نتاعنا ماهيش كبيره مع أننا نحن نحبوا نحافظوا على المصداقيه نتاع العمليه ونحبوا نحافظوا أننا نحن نتنقلوا التلامذه خاطر مثلا كي تقول انت اه. تلميذ من من الجنوب نقولوا تطاوين ولا مم. في جرجيس باش يتنقل لصفاقس باش يعدي, يعدي يعدي الاولمبياد صعيبه شويه العمليه ماهيش دونك يلزمنا نحن نتنقلوا لهم اه. باش هما غادي يلقاو حاضرين انهم يعديوا دونك هنا يصبر علينا شويه بقدرة الله إن شاء الله بخطوات ثابتة كل عام نزيدوا أربعة الموارد إن شاء الله إن شاء الله, وإن الله الموارد الحق الوزارة أه. آه نحن نخدم بشراكة مع وزارة التربية نعم. الوزارة الحق في في جزء منها معناها قاعدة قاعدة تعاون فينا باش مثلا في وقت الرأس المندوبية الجهوية هي التصل بالمديرين نعم. هم اللي يختاروا القائمات خاطر مش نحن نختار القائمات مم. نعم. مثل يبعثوا القائمات للمندوبيات الجهوية المندوبية نعم. الجهوية تنظم القائمات حسب المعاهد ويزمها نعم. تكون حريصة على كل معهد منه ثلاثة بركة نعم. مش أكثر وتحضر المكان اللي باش نعديو فيه نحن مركز الامتحان ومن بعد المهمه بتاعنا نحن وقتها تولي للاصلاح والمباشر نعم. يعطيكم, والمتابعة الصحة. شكراً. يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه ان شاء الله مزيد من التوفيق شكرا, شكراً, شكراً. لكم مواصلين الحديث اليوم على الاولمبياد هذه اللي بالطبيعه اليوم نحكي فيها على الفيزياء في خدمه البيئه لانه موضوع مهم للغايه واليوم الناشئه هو المستقبل ان شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد لحظات السيد محمد اشرش はり <music> مواصلين استضافتنا في برنامجنا نحكي بيئه وكما كنا أحكينا على الجمعيه التونسيه لتدريس العلوم الفيزيائيه واليوم نحكي على الفيزياء في خدمه البيئه سعيده جدا باستقبال السيد محمد شرشاري واللي هو رئيس لجنه الامتحانات في الاولمبياد التي اقيمت بالطبيعه اهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد سعداء انك تكون حاضر معنا عسلامة مرحبا بكم يعطيكم الصحة على الاستضافة مرحبا اليوم الفيزياء في خدمة البيئة وأولمبياد الحقيقة صارت مؤخرا في بلادنا العام الثاني كنا حكينا مع سيد أحمد بن جمعة رئيس الجمعية أعطانا فكرة على الجمعية على الأولمبياد هذه لكن في أكثر تفاصيل يظهر لي قاعدين الاختيار خاصة هو متاع الموضوع اللي خلينا اليوم نحكي عليه بأكثر تفاصيل المواضيع البيئية اللي هي تهمنا اليوم وتم الناشئة الله يبارك نحن في لجنة صياغة المواضيع المتكونة من السيد عبد العزيز البنزرتي وسي أحمد المسعودي معنا جلسنا واتفقنا أنه لابد أن نحاول نسهل المفاهيم للتلامذة وخاصة خاصة مفاهيم الفيزياء بالطبيعة وخاصة في ربطها بالبيئة العام اللي فات في التجربة الأولى ربطناها بالماجل معناها كيفاش معناها الماجل يعاوننا على معناها اه توفير كمية كبيرة من الماء، وخذينا مثال، خذينا 20% من العائلات على أساس معناها عملوا عملوا ماجل، وهنا ذكرناهم التلامذة أن الدولة تشجع على الماجل وأن الدولة تقدم معناها مساعدات كبيرة معناها لإنشاء ماجل، ولقينا أنه بالعملية هذه نجموا، التلامذة عملوا الحساب، لقاو أنه نجموا نوفروا 150 مليون متر مكعب من الماء نعم الصالح للشراب، يعني ما يقابل تقريبا سد. هذا معناها خذا صدى كبير العام اللي فات معناها الاولمبياد وخاصه انه فهم التلميذ أكل القواعد الفيزيائيه اللي كما كان يحكي سيد احمد معناها هي ياخذوها بقواعد معناها تاع كالكول تاع انه هو معناها ياخذها ويحفظها ويحاول يفهمها باش ينجح أي. في الامتحان باش ياخذ نوت باهيه باش ياخذ عدد باهي نعم. وفي وسنا خذينا تجربه صارت في في قريه في في صاحب جبل معتمديه الهواريه في القريه هذه معناها وقع انشاء معناها لوحات شمسيه بك اللوحات الشمسيه معناها عوضنا الطاقه الكهربائيه اللي جايه من الستاك بك اللوحات الشمسيه فهم التلميذ اللوحه الشمسيه كيف كيفاش تشتغل فهم كيفاش يحسب الطاقه كيفاش نوفر الطاقه وكيفاش الفلاح خاصه هالتجربه صارت في معناها في مزرعه لا. كيفاش الفلاح آه سنويا يوفر معناها كميه كبيره من الفلوس وكيف كيف نوفروا نفس الشيء معناها نوفروا معناها كميه الغاز ثاني اكسيد الكربون اللي يخرج في الجو معناها كل ما انت نعم. كل ما انت تستعمل اللوحات الشمسيه راك تنقص من الانبعاث الحراري في للجو نعم. ومعناها ذا كيف كيف معناها فرحوا بها التجربه برشا برشا لانه هو بالمعلومات اللي عنده واللي كما كما حكينا قبيليك معناها مستوى سنه ثانيه مجرد معلومات هذيك فهم برشا ظواهر وفهم كيفاش معناها نجموا معناها نوفروا آه برشا على الفلاح آه في فيما يخص معناها مصروف الطاقه الكهربائيه. اختيار المواضيع هذه الحقيقه اليوم البيئيه هل هو اختيار من منكم معناتها الفيزياء طوعتوها من اجل خدمه معناتها البيئه خاصه اليوم وقت نحكيه على تحسيس وتوعيه الناشئه مهم برشا اليوم علاش تم الاختيار على هذه المواضيع بالذات؟ تم الاختيار لاني معناها المواضيع هذه بالذات يعني معناها ما خاصه مثلا في برامج السنه معناها السنه الثانيه والثالثه نعم. والبكالوريا ما تلقاش هكا تركيز عليها ما تلقاش مثلا دروس بيئيه هكا معناها نعم. على عكس الابتدائي في الابتدائي موجود موجود ومعناها ويحكيوا عليها بالتفصيل. حبينا معناها التلميذ معناها يزيد يدخل معناها يتعمق في البيئه هذيك ويفهم مثلا التلاميذ ما كانوش يعرفوا ايش معنى ماجل الب برشا منهم من اللي من اللي عادوا اكتشفوا ما فهم معناها ماجل فهم معناها يوفر ماء صالح للشراب من غير من غير مجهود كبير. مهم برشا يعطيكم الله صحة أه كانت تعطينا فكرة سي محمد هو الحقيقة أنتم اليوم التجربة هذه في عامها الثاني وكما قال سيد أحمد بن جمعة أه معناتها اليوم تجربه ان شاء الله تزيد تتعمم اكثر على بقيه الولايات تقريبا قداش من تلميذ شارك السنه آه والاعداد كيفاش كانت معناتها كانت المنافسه نعرف كانت منافسه كبيره بين التلامذة هذوما لكن اعطينا اكثر تفاصيل اه المنافسه كانت كبيره برشا دونك عدد التلامذة معناها يفوق ال 200 تلميذ نعم يفوق ال 200 تلميذ وكانت منافسه كبيره وحتى معناها في في, في في, في الاعداد معناها كانوا متقاربين برشا برشا من مم. بعضهم و... وتحصلوا منها مناهج جم... ما تحصلوا... ثم مثلا في المرتبه الثانيه ثم زوز نعم. اثنين في المرتبه الثانيه يبين لك معناها قوه ال... ايه. المنافسه و... وكما قلت لك معناها الاعداد كانت كبيره وكما حكى سيد احمد اه... معناها برشا لسيات وبرشا مناطق وبرشا مندوبيات طلبوا في الاطار هذايا نحن باش نتوجهوا للوزاره بتقرير على الاولمبياد الاول والاولمبياد الثاني ونعطيهم معناها بالضبط معناها شنو هي الاسئله <applause> اللي معناها متعلقه مثلا بالفهم، الاسئله المتعلقه بالمعلومات، فورمول، الاسئله المتعلقه مثلا بالتجربه، بالاكسبيريونس نقدموها للوزاره تقييم كامل على الزولمبياد هذوما ونطلب مثلا المساعدة لوجستيه. لوجستيك بون، البقيه علينا احنا. يعطيكم الله الصحه سي محمد باش نخلي كلمه الختاب الرساله اللي تحب تقدمها لسادة المشاهدين خاصه للتلامذه دا وحنا داخلين على فتره بيع عسيف آه نحفزوهم شويه للاولمبياد الجايه ان شاء الله والموضوع كالعاده باش يكون الفيزياء في خدمه البيئه هاي كالعادة كالعادة نعم دونك ديما الفيزياء في خدمة البيئة آه نقول لهم أنا حضروا رواحكم راهو باش يكون ثم مندوبيات أخرى مشمولة مم. دونك كما حكى سيد أحمد ثم تلميذ معناها من الصيف بدا يحضر والحمد لله خذا جائزة إن شاء الله هم زاد كيف كيف يكون عندهم جوائز وبقية المندوبيات دونك يحضروا رواحهم وإن شاء الله يكونوا مشمولين بالأولمبياد هذا إن شاء الله شكرا لك سي محمد الشرشاري على حضورك معنا على المعلومات القيمة وإن شاء الله مزيد تألق للأولمبياد هذه وكما شفنا بالطبيعة الفيزياء في خدمه البيئه، واحنا في برنامجنا نحكي بيئه مواصلين استضافاتنا ومواصلين فقرات برنامجنا، وتوا باش نمشيو نواصلوا مع التقرير التالي. اليوم معناها فما معناها ملتقى حول برنامج الرعايه الخضراء، وتعرفوا اهميه معناها الرعايه الخضراء اللي هي معناها فما معارضه تاع مجهودات الدوله كل ما يتعلق بالعنايه بالمساحات الخضراء النظافه جماليه المحيط البرنامج هذا انطلق معناها منذ سنه 2018 ولكن بطبيعه الحال ما صاروش معناها انجازات كبيره السناب فما دفع معناها مع وزاره البيئه باش يكون هالبرنامج هذا معناها يقوم بدور نتاعو خاصة تعرفوا من برشا تحديات في بلادنا متعلقة بالبيئة وجمالية المحيط واليوم معنا بمناسبة الملتقى هذا تم إمضاء اتفاقيات خمسة مؤسسات سياحية اللي آه هي معناها باش تقوم بالرعايه الخضراء للمساحات الخضراء اللي في المحيط المباشر نتاع هذه اللي هي نزل الاسفار وهذيا معناها حبينا رساله كبيره لراه السياحه تكون في طليعه القطاعات الاقتصاديه اللي هي آه تقوم عند الواجب نتاعها المسؤوليه المجتمعيه المسؤوليه البيئيه كذلك معناها هذه زاد فرصه ودعوه لبقيه المؤسسات السياحيه باش في البرنامج هذايا العالمي والوطني للبيئة اللي احتفلنا به تحت شعار استصلاح الأراضي والحد من التسحر هو في إطار اليوم هذا اللي نحتفل به اليوم أيضا في برنامج الرعاية الخضراء الرعاية الخضراء هو برنامج بداية سنة 2018 وهو يمكن شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة البلديات ووزارة البيئة وأشخاص معنويين أو خاصة اللي عندهم إمكانية باش ياخذوا في رعايتهم منطقة خضراء أو يحدثوها من أول جديد ويقعدوا يتلهوا بها مدة ثلاثة سنوات على الأقل وينجموا يحذفوا من الأداءات متاحهم إلى حدود 150 ألف دينار سنويا في هذا الإطار باش يتلهوا بالمنطقة هذيك مواصلين استضافتنا وسعيده جدا باستقبال السيده فتحيه عثمان بوسبيع واللي هي مديره التوعيه والتربيه البيئيه بالوكاله الوطنيه لحمايه المحيط اهلا وسهلا مرحبا بيك مدام فتحيه مسلمة مرحبا عايشك. اليوم مدام فتحيه انت موجوده للحديث على دليل الحقيقه مهم للغايه تم اطلاقه مؤخرا بمناسبه اليوم العالمي والوطني للبيئه بالاشتراك بين وزارتي البيئه ووزارة المرأة قبل أه ما نحكي على الدليل التربيه البيئيه للطفوله المبكره مم. خليني نعطيك لمحه على الاطار العام اللي خدمنا فيه الدليل هذا نعم كما تعرف انت انه مهام الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط هي تقوم على جانبين هو جانب وقائي وجانب علاجي نعم والتوعيه والتربيه البيئيه هي تندرج ضمن الجانب الوقائي من مهام الوكاله مم. ولتنفيذ المهام هذه احنا معناها مضطرين إنه نكون نخدم بالشراكة نعم. مع قطاعات أخرى خاطر كما تعرف أنت البيئة نعم. هي تعمل أفقياً نعم. مع كل القطاعات وخاصة مع الشباب والثقافة والتربية م -م. والطفولة وما هذوما أكثر جمهور مستهدف بالنسبة لنا نعم. وبعد 30 سنة وأكثر من العمل في المجال هذيه آه معناها اقتنعنا انه آه نركز اكثر على الطفوله المبكره، علاش؟ على خاطر هو بناء السلوك ديما اسهل من تغييره في المراحل آه في المراحل اللاحقه، خاطر اذا كان انت صغير ديجا معناها هو تعود على سلوكات خاطئه، انت باش تتعب انك تنحيه له، دونك انت آه تكون آه احسن انك تعلموا السلوكات الصحيحه صحيحة من منذ بدايه من من معناتها منذ البدايه معناتها مهم برشا اليوم حتى هو برنامجنا تحسيسي توعوي ونتوجه خاصه اليوم للاطفال للشباب للاولياء معناتها مهم برشا سيده فتحيه انه يكون هذا عمل ومجهود مع بعضنا الناس كل كل واحد من موقع متاعه. بالضبط هذاك علاش أحنا الدليل هذا تم اعداده بالشراكه بين وزاره البيئه عن طريق الوكاله الوطنيه لحمايه نعم. المحيط ووزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن عن طريق الاداره العامه للطفوله الهدف نتاع الدليل هذا هو توفير وثيقه بيداغوجيه موثوق بها مه. لاطارات الطفوله نعم فوالا باش يلقاو هما آه معناها وثيقه يخدموا بها في تنشيط رياضه الاطفال من ثلاثه لخمسه سنوات. خاطر مهم برشا اليوم المعلومات تكون دقيقه يلزم تكون معلومات ومفاهيم تكون واضحه خاصه آه يمكن للشباب للاطفال آه لانه زده اللي باش يقدم التو باش يوعي الاطفال هذوما وباش يقريهم وباش يوصل لهم المعلومه يلزم هو زده متمكن لانه في بعض الاحيان يصير فما خلط يصير بعض المفاهيم تكون غلطة زادة صحيح صحيح الدليل الدليل هذا موجود توا على صفحة الفيسبوك مهم. للوكالة الوطنية لحماية المحيط مهم. وعلى موقع الويب ان uh -huh. وموجود زيادة على صفحة وزارة البيئة وعلى صفحة وزارة المرأة uh -huh. معناها باش الناس الكل اللي يحب يدخل ويشوف تقريباً المحتوى تقريبا الدليل أي؟ الدليل شنو فيه ابرز معناتها العناوين الكبرى اللي في الدليل هذايا الدليل فيه زوز محاور كبار المحور الاول هو القسم البيداغوجي هو يتضمن مفاهيم نظرية عامة حول التربية البيئية وحول النظريات البيداغوجية uh -huh. معناها في سن ما قبل الدراسة نعم. القسم الثاني هو علمي تطبيقي نعم. يتضمن يضم محاور البيئيه ذات الاولويه مم. في تونس معناها ما جبناش محاور مسقطه معناها احنا ننطلقوا ديما من من الواقع ومن بيئتنا معناتها من من بيئتنا آه هما سته محاور آه عندنا محور الماء مم. المناطق الخضراء آه الحفاظ على الحيوانات التلوث بانواعه والطاقات المتجدده والمنظومات البيئيه مم. اي يعطيك الصحه ومدام فتحيه اليوم حتى يظهر لي الناس معناتها حتى الاولياء ينجموا يطلعوا بالطبيعه على الدليل هذايا لانه زاد هو يساعدهم زاد حتى هما في في خاصه في التعامل مع اولادهم مع اطفالهم بالطبيعه هو صغير هو منفتح على العالم أي. الخارجي على على عائلته على المحيطين الناس نجم الكل نجموا يطلعوا اذا بينا الناس الكل يتعاونون في غرس السلوك البيئي هذا وهو خاصة وأنه الدليل يحتوي على جزء في الأخير يتضمن أنشطة مبتكرة وممتعة معناها اللي تجلب الصغير باش يتكون في في المسائل البيئية. يعطيك الصحة شكرا لك سيدة فتحية عثماني بوسبيع شكرا على حضورك معنا المديرات التوعية والتربية البيئية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط تحيتنا ليك تحيتنا بالطبيعة لكل الناس اللي اشتغلت بالطبيعة على الدليل هذا لأنه مهم للغاية سواء فيما يخص الوكالة أو كذلك فيما يخص وزارة المرأة يعطيهم الصحة هو شكر خاص بالحق للفريق العامل في محتوى دليل اللي هو من 2018 ويخدم يخدم لمدة ثلاث سنوات باش خرج اللي اللي بي فيها ان شاء الله بالتوفيق دي. ان شاء الله بالتوفيق شكرا, شكرا ليك احنا بالطبيعه مواصلين استضافاتنا وفقرات برنامجنا تو باش نمشيو مع زميلتنا ايمان عبد القادر باش نشوفوا تظاهره كانت صارت مؤخرا في حديقه البلفيدير وبعد باش نواصلوا استضافاتنا معرض هدايا هي الدوره سبعه وعشرين معرض الهدف منه هو تقريب المواطن من النباتات من الزهور من الاشجار وهي فرصة على خاطر نعرفوا كل ما فما دنيا مع تنور وخضار نجم تكون نفسية خير دونك هي مساهمة كذلك باش نساهموا باش يكون المواطنين في مدينة تونس نفسيتهم مرتاحة المعرض فيه عدة أنشطة النشاط المهم والكبير هو معناتها تعريف وبيع النباتات عندنا عارضين شبان وحتى مش شبان لكن يجيونا من جميع انحاء الجمهوريه واذا نقولوا يجيونا من زرزيس من سوسه من تبرقه من سجنان من الوطن القبلي هذا يدل على التنوع في المنتوج المعروض وكذلك التنوع في في الاختصاصات على خاطر كل عارض عنده اختصاص متاعه في النباتات في النباتات الشوكيه في النباتات العطريه في الاشجار المثمره والحاجه اللي احنا فخورين بها انه كل عارض يعرف اش عنده يعطي نصيحه وهذا هو معناتها الحاجه زيد انه المواطن ينجم يلقى برشا نصايح كيفاش باش يزرع ولا كيفاش باش نوع التربه انا نخدم نباتات الشوكية النباتات اللي ما تطلبش برشا ماء معناها يعني عكس النباتات الاخرين اللي يحبوا كل معناها يعني كل ثلاثة ايام الماء هذو ما تنجم تنساهم في الشتاء ما تسقيهم الجمله يعني يقعدوا ثلاثة اربع شهور ما يشربوش الماء في الصيف مره في الشهر مره في الجمعه ومن حتى كي تحطهم في ال... كنبته داخليه تولي تنقص زاده ما تاخذش برشا ماء تمشي الزوز هي ما فماش نبتة ما عندهاش فايدة حتى كان ما هيش تعطي في ريحة تزين الدنيا عن النباتات اللي, اللي هما نستخرجوا منهم الزيوت عن النباتات اللي فيهم كيما في الفل كيما الياسمين كيما الورد عن الورد العربي الورد السوري كلهم وزاد النباتات الداخلية النباتات الداخلية فيهم معناتها عندهم دور كبير فيه تنظيف في تنظيف الهواء في الدار في الديكوراسيون فهمتني الكلتور نتاعنا بعيدة عن النبتة اذا كان نتلموا بالنبتة توا ديار احنا كان تحكي على الاكسجين اللي عنا اللي هو توا ما فماش الوقت الحاضر يلزنا للطب والدويات هذه الاولى الثانية الاكسجين هو بيدو يغلف طبقة لازون احنا قبل طبقة لازون تهبط حتى الارض يعني جينا السمش ابان ابان من نبتة كان تحكي على مونتنا اللي ما فماش راهي من النبتة كان تحكي على الوديان اللي هابطه للبحر هذيك وتمسخ في البحر راهو من قلت النبتة على خطر لو كان حتى الوديان هذوكم حطوا فيهم البنان ا 50 متر الماء تشرب منه من غاديك خاطر البنان الا بصارب. فهمت اكل وسيخ واكل الكل إذا نخذينا فكرة على معرض الزهور اللي انتظم مؤخرا في الفداخ وسعيدة جدا باستقبال السيد عادل بالطيب اللي هو مدير عام الطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس أهلا وسهلا مرحبا بك سي عادل أهلا وسهلا مرحبا بكم ومرحبا بالساده المشاهدين. شكرا لك اول حاجه نحب نشكركم كبلديه تونس لانه مكنتونا من الفضاء الجميل هذايا بالحقيقه لموسم كامل واحنا نشتغلوا فيه في برنامجنا نحكي وبيئة في قبه الهواء بالبلفاداغ اليوم مهم برشا نحكي بالطبيعه على المعرض هذايا التاريخي لانه عنده سنوات وعنده حكايه وتاريخ. هو يعطيكم الصحه في الاختيار بالفداء خاطر دي رساله قويه عملتوها من خلال البرنامج متاعكم معناها باش تعطيو الاهميه نتاع المنتزه هذايا من ناحيه الموقع نتاعو من ناحيه الثراء نتاعو من ناحيه التاريخ نتاعو الحقيقه بالنسبه للمعرض اللي هو جرت العاده السنه معنا في الدوره 27 نتاعو بالتعاون بطبيعه الحال مع جمعيه احباب بالفداء تحيه لهم الحقيقه آه كبيره برشا خدمه كبيره ياسر الحقيقه ومعناها ساندونا في العديد معناها من البرامج وعديد معناها من التدخلات والحقيقه جرت العاده وحتى العباد استانست به المعرض هذايا ولات معناها الحقيقه سنه حميده وهو يعطي معناها كي نقولوا بخلاف الطابع نتاعو الجمالي يعطي معناها للمواطنين الفكره على على غراسه الزهور على على الفوائد نتاعها وفي بعض الاحيان يقع تنشيط معناها فما ورشات كيفاش معناها العنايه بال بالنباتات هذوما والفوائد نتاعها والحقيقه خلق الديناميكيه واللي هي تدخل في اطار تنشيط متزامن مم. خاطر هو متزامن غير تنشيط راهو يفتقد مم. للعديد وحبينا من خلال هذا نعطيه القيمة والثراء للمتزهدين <applause> يعطيكم الصحة والحقيقة فما مجهودات كبيرة نحسوا بها اليوم سواء في البلفيدير اليوم اللي هو الرئة والمتنفس الحقيقة لتونس العاصمة خاصة المتساكنية لتونس العاصمة واللي عنده تاريخ وكما نقولوا وقت نحكيه على البلفيدير مجهودات كبيرة اليوم منطقة الخضراء هذه اللي لازم نحافظوا عليها الحقيقة المجهودات هذه تخلينا اليوم نحكيو على حملات كبيرة من التنظيف حملات زادة كبيرة حتى زادة في غراسة أنواع جديدة هو الحقيقه حتى اخيرا وقعت معنا حمله بالتعاون مع مصالح وزاره الفلاحه اللي هي الحقيقه مشكوره جدا معناها حتى السيد وزير الفلاحه معناها بالضبط معناها عن طريق المندوبيات الاداره العامه للغابات دخلت بطبيعه حال زاد مع بلديه تونس السيد الكاتب العام معناها اللي معناها قيمه للمنتزه هذايا نعوز زاد المنتزه تاثر ياسر خاصه بالتغيرات المناخيه اللي معناها تداول السنوات معناها اللي فيها نقص شح معناها من في المياه ونحاول الحقيقه احنا من خلال الشبكات الموجوده باش نسقيو البلفيدي كيف في, في فما برامج نتاع تشجيع دي تقع على مستوى المختلف معناها الاماكن نتاع البلفيدي نعرفوا البلفيدي الحقيقه الخصوصيه نتاعو جاي معناها في ارتفاع اكثر نقطه ارتفاع هي 80 اللي في ساحه العالم نعم. آه مش بعيد علينا برشا مش بعيد عليكم برشا الحقيقه <applause> فهمتي واللي هي معناها ساحه حلوه ياسر الحقيقه جاي برشا واعطت بهجه للمنتزه والحقيقه زاد الانطلاق التشجيع ديما عيد الشجرة <applause> اللي يقع معناها الأحد الثاني من كل شهر نوفمبر <applause> يتقى فيه عملية تشجير بالبلفادير ومختلف مختلف المناطق البلديه معناها وتشجيع حتى المواطنين معناها في المجال هذا. ممكن نستغل وجودك معنا سي عادل يعطيك الله صحة باش نحكي زادا كذلك على مناطق اخرى زادة خضراء في تونس قاعدين تقوموا بالصيانه وبالتنظيف نتاعها. بالضبط هو الحقيقه بالنسبه للمنتزهات عندنا والمناطق الخضراء في حدود 1200 هكتار معناها حتى من ناحيه البس النسبه الحقيقه مقبوله معناها حتى فوق المعدل ما يقارب ست 13 متر مربع للساكن واحد تبقى لهنا فما اشكاليه هي توزيع المساحات الخضراء فما الحقيقه المواطنين اللي معناها اللي دايرين بالبلفدار هذوك اكثر من غيرهم دونك لهنا نحاولوا الحقيقه في الامانات الاخرين اللي تفتقر الى معناها باعتبار الخصوصيه المعماريه نتاعها آه. في المدينه كيما بسويقه فهمتني نحاولوا الحقيقه تثمين المساحات اللي موجوده وعن طريق زادة غراس اجار التصفيف والحقيقه الديناميكيه هذه عاونتنا برشا الحقيقه نقولوا المواطن زاد ولا يحس بقيمه المساحات الخضراء ولا يحس بقيمه الشجره ولا يطالب البلديه وحقيقه مفتاحين منفتحين عليه وهذا معناها رساله الحقيقه لكل المواطنين اللي التفاعل مع البلديه اليد معناها مفتوحه فما العديد مناسبات اخيرا تو قاعدين معناها نقوموا معناها بصيانه المداخل المدن مرفات عملنا في منطقه باب عليه واللي هي مدخل معناها الجنوبي للعاصمه فما زاد على مستوى شارع اكسترا زاد اللي كيف كيف كنا حملات التنظيف بالتعاون بطبيعه الحال مع مصالح وزاره التجهيز اللي على الاقل نعطيو الجماليه لما المدن ونرجعوا المدينه نتاعنا في احسن حال خاطر معروفه تونس تكون تونس الخضراء تونس الخضراء تونس الخضراء وكذا فما مجهودات كبيره الحقيقه آه تبقى كما قلت فما تحديات اللي كما قلت لك التغيرات المناخيه اللي اثرت ياسر بصفه كبيره ياسر الحقيقه معنا على على المستوى لكن بتاعنا. اليوم زاد حتى مع معناتها آه الخبراء اليوم اللي قاعدين يجيو يقول لك آه نجموا تغيرات المناخية نجموا كن نغرسوا كل حد شجرة شجرة مهم للغاية الأشجار غراسة الأشجار لمقاومة التغيرات بضبط. المناخية هيك بالضبط هما خلي حقيقة زادة حتى على المناخية فما معنا معناها التحديد الحدة التغيرات هذه الحقيقة إحنا تو في على مستوى مدينة تونس في مراحل أخيرة متاع دراسة المخطط الأخضر لمدينة تونس اللي هو معناها مخطط استراتيجي اللي معناها للمدينه تونس اللي باش يعطي معناها اضافه وجماليه للبلدي هذه نعم. اضافه زاد حاجه لازم نعرج عليها الحقيقه هو استغلال المياه المستعمله نعم. اللي هو في نتاع معناها بطبيعه حال ندره المياه ولكن فما مياه هذه مستعمله اللي باش نخدموا عليها ان شاء الله ونحاولوا ندعموا بها واللي باش تعطي اضافه للمساحات الخضراء. يعطيك الصحه شكرا لك سي عادل بالطيب شكرا على مجهوداتكم كبلديه تونس وتحيه كبيره لكل البلديات وين ما كانت بالطبيعه على كامل تراب الجمهوريه لانه عمل كبير قاعدين نقوموا به خاصه توا مع حملات التنظيف بدأت. وغيره وصيانه خاصه المناطق الخضراء اللي لازمنا بالطبيعه نحافظوا عليها شكرا لك بالتوفيق يعطيك الف صحه شكرا, شكرا. شكرا. شكرا معنا وبتبيع احنا مواصلين بقيه استضافتنا مسك ختام برنامجنا يكون مع الدكتور سامي اذويب واللي هو مدير المحافظة على الثروات الطبيعية والتغيرات المناخية بالصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا أهلا وسهلا مرحبا سي سامي بارك الله فيكم مرحبا بكم وبارك ومر... ومر... الله فيكم على الاستضافه هذه. آه، مرحبا، اليوم سي سامي انت موجود معنا باش نحكي الحقيقه على مشاريع آه في اطار استراتيجية ل 2030، اليوم مشاريع رائده ومهمه للغايه آه، تحت اشراف بتبيع الصندوق العالمي للطبيعه مكتب شمال افريقيا. آه، باش نبداو احنا اليوم باش نتكلموا على ثلاثه حاجات، دونك باش نتكلموا على اسبوع النباتات اللي هو آه، الاسبوع هذا في دورته الخامسه. اللي متوجه خاصه للطلبه اللي في تونس احنا لاحظنا في تونس الجامعات التونسيه بدات تنقص الخرجات الميدانيه دونك في لي سبيسياليتي نتاعهم دونك يلزم نحاولوا نعاونوهم بالخرجات الميدانيه سواء في الاسبوع النباتات اللي هو في الدورة الخامسه ولا في اسبوع البحر اللي ان شاء الله باش يكون نهار 9 يبداونا 9 في دورته 13 بالنسبه لأسبوع النباتات اللي مازلنا كي كملناه كان اسبوع دونك في في شمال تونس في الغابات التونسيه 25 طالب من الجامعات التونسيه نعم. في الاختصاصات نتاع العلوم الفلاحيه والعلوم النباتيه والايكولوجيا والبيئه هذوما كل ميناهم دونك في تبرقه وعملنا من اسبوع كامل من خرجات ميدانيه في الصباح في مناطق مختلفة خاطر نباتات عندنا نباتات في تونس في برشا مناطق نعم. عندنا نباتات غابية عندنا مناطق في نباتات في في مناطق رطبة نباتات في اللي هي تثبت الكثبان حبينا الطالب نعطيوه كل انواع النباتات اللي موجودة في شمال تونس اللي هي معناها شمال تونس اللي اكثر اكبر الغابات تكون موجودة في الشمال الصباح عنده خرجه في 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 الغابات، العشيه عنده مخبر اللي هو باش نحاولوا كيفاش يتعرف على النباتات، عندنا مشكله في تونس كبيره برشا، حتى الاساتذه اللي معناها اللي قراونا اللي درسونا في الجامعات نقصوا برشا، ده عندنا نقص من, من الاساتذه اللي يعرفوا واش معناتها النبات ويحدوا شنو شنو هي النبات هذايا <مهم> ينقصوا احنا الاسبوع هذا خاصه باش نحبوا الطلبه التوانسه في معناها في النباتات أيه؟ ويشتغلوا على النباتات ويبحثوا على النباتات خاطر نبته داخله في السلسله الغذائيه نتاعنا <مهم> وجزء ما يتجزا جزء من السلسله الغذائيه دونك المحافظه عليها مهمه برشا <مهم> و <مهم> و... خاصه اي والنبته تكون زاده فما عندنا نباتات خاصه بتونس معناتها خاصه بالتربه نتاعنا اليوم ببب ببب مهم برشا اللي نتعرفوا عليها صحيح هنا آه احنا ديجا في الخارجات, الخارجات الميدانيه عرفناها بالنباتات الموجوده الا في تونس في العالم م. الكل الا في تونس موجوده عندها اهميه كبيره عالميه دونك عندنا معناها ان دوفوار باش نحافظوا عليها ونحاولوا كيفاش المحافظه هذه تكون عن نطاق سواء مشاريع سواء مشاريع بحث ولا مشاريع معناها تنميه مستديمه مه. هكا قلنا نعملوا مخابر باش يتعرفوا على نباتات وفي الليل كلها محاضرات مه. وهنا نشكروا التو السادة التونس الاستاذه الحق الجامعيين في تونس اللي يجيو برحابه صبر صدر مه. كبيره برشا ويحبوا يعاونوا ويحبوا يوصلوا المعلومه في فهم النباتات والغابات في تونس وهذا هنا الحق نشكرهم الكل الـ 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 تحية كبيرة نضمع. ليهم يعطيهم ألف صحة. هذايا بالنسبة للمشروع اللي خاص بالنباتات توا يظهر لي عندكم مشروع آخر باش نحكيه عليه اليوم معك سي سامي. بالضبط هو احنا وقت نحكي نباتات ونحكيو فصل الصيف توا وجوان وجويليا أه. وبدينا نخافوا هكا بدينا خايفين نبداو نخموا ديما في الحرارة في الحرارة في النطاق هذايا الحق احنا حبينا نجدو أه. وحبينا نعملوا حاجات معناها اكثر انوفاسيون اكثر تجديد نعم وقلنا علاش ما تكونش عندنا احنا في برشا خاطر في برشا دول في العالم نعم ثم هذوما المراكز الرصد لتوقي الحرائق الحرائق قلنا علاش في تونس ما نعملوش معناها البادره هذيه نعم. والحق مع 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 الاداره العامه للغابات نعم اللي وفرت لنا معناها مقر للمركز هذايا ومع زاد اوبيراتور كيف دونك معناتها فما لوجستيا لقيتوا كل شيء لقينا كل شيء احنا <applause> وفرنا دونك جهزنا المركز هذايا كل وان شاء الله نهار 28 بمناسبه 140 سنه على معنا احداث الاداره العامه للغابات نعم. اللي من, من 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 اعرق الادارات, العامة, الإدارات العامة, العامة, العامه, في, في تونس تونس نعم. في تونس ان شاء الله باش نستفتحوا هذا المركز ويكون معناها مركز آه رائد في التوقي والارصاد المبكر للحرائق الحريقه اللي مش نحاولوا نحافظوا عليها لازم نحافظوا عليها من الاول آه. الارصاد الاول هذاك مهم برشا دونك جهزنا المركز هذا وان شاء الله هنا 28 ان شاء الله يكون يعطيكم الصحة شكرا يعطيكم الصحة على هالمجهودات هذيا والختام باش يكون بالطبيعة مع مشروع جديد بالضبط اخت منى دونك عندنا المشروع الجديد هو مشروع م. كبير برشا عملنا آه مجهودات كبيرة باش يكون عندنا مشروع معناها كبير في تونس مش للغابات برك للغابات التونسية وللثروة الطبيعية بصفة عامة نعم. الساحلية والمناطق الرطبة ان شاء الله المشروع هذا معناها باش ينطلق نهار 1 جويليه ومن من الاهميه هو شنو المشروع هو خاصه لمعاضد موجودات الدوله في المحافظه على الثروه الطبيعيه يعني نعم مع وزاره الفلاحه مع وزاره البيئه ومع نعم. كل المكونات نتاع الوزارات هذه اهم لي نتاع المشروع هذا هي خاصه بالنسبه بالنسبه للغابات هي تنقيح المجلة الغابات التونسيه باش تكون معناها تواكب معناها التطور التطور اي نعم خاصه الاجتماعي من دونك في نعم. تونس وعندنا زاد مع الـ مع باش نحاولوا نتعاونوا مع الاداره العامه للغابات للاستراتيجيه الجديده نتاع الغابات التونسيه 2025 2050 نعم سجيه كبيره باش نأخذ كل وقتنا معناها مع الاداره العامه للغابات باش نشاركوا جميع الاطراف وعندنا زي كيف كيف احنا عندنا حداق وطنيه مهمه برشا ومزيانه برشا ناقصين شويه دونك الامثله نتاع التهيئه نتاعها تتجدد دونك قررنا باش نحاولوا في المشروع هذايا نحاولوا نجدوا جميع المسالك امثله التهيئه البلون جيستيون نتاع الحدائق الوطنيه نتاعنا في الشمال وباش ناخذوا زاد زوز حدائق وطنيه في الوسط وزوز في الجنوب باش يكونوا امثله التهيئه مواكبه التنقيح نتاع المجالات الغابات نعم. ومواكبه الاستراتيجيه الجديده نتاع الغابات وكيف نعم. كيف زاد مع وزاره البيئه عندنا زاد معناها, آه معناها برنامج برنامج اخر مع وزاره البيئه آه آه نجم ان شاء الله في النجم ان شاء الله في الاستفاده, الاستفادة اللي ان شاء نحكي الله نحكي وعلي ان شاء الله شكرا لك دكتور سامي ذبيب يعطيك الصحه على حضوركم معنا على المعلومات القيمه وشكرا على المشاريع الحقيقه الحلوه هذه اللي بتبيع نجم ان شاء الله كان تعاوننا من اجل جوده حياه افضل من اجل بيئه افضل لبلادنا لتونسنا اللي نحبوها هكا مشاهدينا نوصل نهايه برنامجنا بالنسبه لليوم موعدنا يجدد معكم الحلقه القادمه الى اللقاء